بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب لا يقيم الرجل من مجلسه إذا حضر. قال الله سبحانه وتعالى: فافسحوا. يا أيها الذين أمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين أمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقيمن أحدكم الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه. متفق عليه. وفي رواية في مسلم كان ابن وزاد فيها: كان ابن عمر إذا قام له الرجل من مجلسه لم يجلس فيه. وذلك لأن هذا حال أهل التكبر، أن يقيموا الجالسين من أماكنهم ليجلسهم في صدر المجلس، وهذا الأمر ما لم يكن هناك مقتض لذلك، كأن يكون على سبيل المثال رجل من أهل القرآن أو من أهل السابقة ليس له مكان في الصف الأول فيقدمه رجل امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم: لياليني منكم أولو الأحلام والنهى. لكن الأصل أن المجالس التي ليس فيها أمر شرعي بتقديم بعض الناس، أن من سبق إلى مكان لم يكن لغيره أن يقيمه، وقطعا لهذه الذريعة يمتنع الرجل ولو كان فاضلا من الجلوس في المكان الذي قام له صاحبه من مجلسه. ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقيمن أحدكم الرجل من مجلسه ثم يخلفه فيه، ولكن تفسحوا وتوسعوا. وهذا التفسح والتوسع بقدر ما يمكن من فسحة، وليس فيها أنه يضيق على الناس ويقول تفسحوا. فإن التفسح والتوسع هو أن يوسع له مكانا بحيث يتسع للجميع. فأما إذا كان المكان ضيقا ولو جلس وسطهم فإنه يضيق عليهم، فلا يكون هذا امتثالا للآية، ولا أنه عمل بمقتضاها، بل إنه ضيق على المسلمين وفرق بين اثنين، خلاف ما نهى. يعني هذا يكون قد فعل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما أشار إلى الامتناع منه، حين قال أن في من أتى الجمعة فلم يتخطى الرقاب ولم يفرق بين اثنين واستمع وأنصت غفر له ما بين الجمعتين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. حديث ابن عمر متفق على صحته. رواه أبو الزبير عن جابر رفعه وقال: يوم الجمعة لا يقيمن أحدكم الرجل يوم الجمعة من مجلسه. وعن ابن عمر وزاد: قلت في يوم الجمعة، قال في يوم الجمعة وغيرها. وروي عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير المجالس أوسعها. أخرجه أبو داود، صححه الحاكم ووافقه الذهبي. إذا كان هناك فسحة بين الرجلين. باب من قام من مجلسه ثم رجع كان أحق به. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع فهو أحق به. أخرجه مسلم. وهذا يدل على
أنه إذا قام لشيء عارض، كأن يقوم ليتوضأ أو ليدخل الخلاء ويرجع، فهذا الذي هو أحق بمجلسه. وأما ما كان لحاجة غير الحاجة العارضة، مثل أن قام يصلي في مكان آخر من المسجد، أو قام ليبيع أو يشتري أو يذهب إلى حاجته، فلا يجوز أن يترك شيئا في مكانه، لأن هذا ليس مكانا له على الدوام، وإنما هو إذا كان كما ذكرنا يعني مجلسه إنما قام منه لشيء عارض. وإلا لو كان كذلك لبقي كل من سبق إلى الصف الأول في مسجد ما إلى الأبد في هذا المكان، ويقول هذا مكاني بالأمس ومكاني أول أمس وكاني منذ العام الماضي، وهذا لا يصح ولا يجوز. بل هذه الأماكن في المساجد والأماكن العامة وكل ما كان مثلا من طريق أو سوق أو نحو ذلك فهي لمن سبق إليه، ويتجدد هذا الأمر بتجدد الزمن، مرور كل يوم وكل ليلة، بل كل صلاة في المسجد يتجدد هذا. ما لم يبقى الرجل في مكانه لا يقوم إلا لحاجة عارضة. لا، الأصل في هذا أن من سبق إلى مكان فهو أحق به، ولكن ما كان من مصالح عامة ينبغي أن تراعى. باب من وجد فرجة في الحلقة فجلس فيها. عن أبي واقد الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذهب واحد، قال: فلما وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فأوى إلى الله تعالى فأواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. متفق على صحته. أبو واقد الليثي اسمه الحارث بن عوف. قوله فاستحيا فاستحيا الله منه معناه جازاه على استحيائه بأن ترك عقوبته على ذنوبه. وقوله سبحانه وتعالى: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، أي لا يترك، لأن الحياء سبب للترك. ولا مانع من أن يوصف الرب سبحانه وتعالى بالحياء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله حيي ستير يحب الستر. فهو سبحانه وتعالى يتنزه عن صفات النقص كلها، وهو عز وجل لا يعاقب من امتنع من صفة مذمومة خوفا من الله أو رجاء ثوابه، فإنه سبحانه وتعالى لا يعاقب، يترك معاقبته. وهو عز وجل يستحي أن يرفع إليه العبد يديه فيردهما صفرا، وكل هذا ثابت في السنة، فلا ينبغي أن يسلط على مثل هذه الأحاديث سيف التأويل. قال الإمام: فيه بيان أن من حضر جماعة فوجد في الحلقة فرجة أو حضر الصلاة وفي الصف فرجة فالأولى أن يدخل الفرجة، فإن لم يجد فلا يزاحمهم إلا أن يتفسحوا له، بل يجلس حيث ينتهي به المجلس. فقد روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما. حسنه الترمذي. وقال جابر بن سمرة: كنا إذا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم جلسنا حيث ينتهي، أي حيث ينتهي بنا المجلس. أخرجه البخاري في الأدب المفرد والترمذي، وقال حسن غريب.
وروي عن أبي مجلز عن حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من جلس وسط الحلقة، أخرجه أبو داود، وقال الترمذي حسن صحيح. يقول: هذا يتأول على وجهين، أحدهما أن يأتي حلقة قوم فتخطى رقابهم ويقعد وسطها ولا يقعد حيث ينتهي به المجلس، والثاني أن يقعد وسط الحلقة فيحول بين الوجوه ويحجب بعضهم عن بعض فيتضررون. وكلا الأمرين وكلا الاحتمالين يجعل الجلوس في وسط الحلقة محرما. باب الجلوس بين الظل والشمس. عن أبي هريرة فيه انقطاع بين أبي مجلز وحذيفة، لكن حسنه غير واحد. باب الجلوس بين الظل والشمس. عن أبي هريرة قال: إذا كان أحدكم في الفيء فقلص عنه فليقم، فإنه مجلس الشيطان. تقلص عنه الظل وأصبح يجلس جزءا في الظل وجزءا في الشمس فليقم. يقول هكذا: رواه عمر موقوفا عن أبي هريرة. ورواه سفيان عن محمد بن المنكدر قال: حدثني من سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ما أمر سمعت قتادة يحدث أنه يكره أن يجلس بعضه في الظل وبعضه في الشمس. أخرجه أحمد من رواية محمد بن المنكدر عن أبي هريرة مباشرة دون واسطة، وله شاهد من حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ: نهى أن يجلس بين الضح والظل، وقال: مجلس الشيطان. أخرجه أحمد وإسناده قوي. لا، ده فيه جهالة. اللي موقوف عن ابن المنكدر عن أبي هريرة موقوفا، ومروي مرفوعا برواية فيها مجهول، اللي هو عمن سمع أبي هريرة عن، يقول: حدثني من سمع أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن له شاهد مرفوع من رواية رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ده إسناده قوي عند أحمد، فده يصح به الحديث. ورواه الحاكم من طريق أخرى وسمى الصحابي أبا هريرة وصححه، ووافقه الذهبي، وله شاهد آخر من حديث بريدة عند ابن ماجه بسند حسن. باب من ألقي له وسادة فلم يجلس عليها. الجلوس نحن مش عارفين علته. الرسول قال: مجلس الشيطان. هذا أمر غيبي. عن أبي قلابة قال: أخبرني أبو المليح قال: دخلت مع أبيك على عبد الله بن عمرو فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له صومي، فدخل علي فألقيت له وسادة من أدم حشو هليف، من جلد حشو هليف، فجلس على الأرض، وصارت الوسادة بيني وبينه. يعني لم يجلس صلى الله عليه وسلم على الوسادة. لا يلزم إذا قدم لك صاحب المنزل وسادة أن تجلس عليها، بل يمكن أن تجلس على الأرض. فقال: أما يكفيك من كل شهر ثلاثة أيام؟ قال: قلت يا رسول الله. قال: خمسة. قلت يا رسول الله. قال: سبعة. قلت يا رسول الله، يعني أنا أطيق أفضل من ذلك. واختصر الرواية في هذه الرواية. قال: سبعة. قلت يا رسول الله. قال: تسعة. قلت يا رسول الله. قال: إحدى عشرة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صوم فوق صوم داود شطر الدهر، صم يوما وأفطر يوما، يعني 15 يوما. متفق على صحته. باب التحلق. عن جابر بن سمرة قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه جلوس، فقال: ما لي أراكم عزين؟ قال سفيان: يعني حلقا.
في رواية قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وهم حلق فقال ما لي أراكم عزين، يعني متفرقين مختلفين لا يجمعكم مجلس واحد، واحد العزين عزة. جماعات منه قوله تعالى فمن الذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين، يعني جماعات متفرقة. الجماعات المتميزة بعضها عن بعض. قال الإمام إذا تحلق القوم لقراءة القرآن أو مذاكرة العلم أو عند واعظ أو معلم يعظهم ويعلمهم فوسط حلقتهم حمى ليس لأحد أن يجلس فيه فيحجب بعضهم عن بعض أو يحجب بعضهم عن رؤية معلمهم، بل إن لم يكن في الحلقة فرجة وسعوا الحلقة حتى يجلس معهم فيها، فإن لم يكن قاعد خلفهم من جاء من بعدهم كما يفعلون في الصلاة. باب كراهية الجلوس على الطرق. عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والجلوس بالطرقات، فقالوا يا رسول الله ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها، فقال فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق فيها فأعطوا الطريق حقه. قالوا وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. متفق على صحته. وهذا لأن الجلوس على الطرقات ذريعة إلى النظر وإطلاق البصر إلى العورات، ثم هذا الأمر يترتب عليه أيضا حديث الناس بعضهم على بعض غالبا، ولذا اشترط كف الأذى، لأن الإنسان ربما آذى الناس بكثرة متابعته لتحركاتهم فيتكلم على هذا وينقل عن هذا قولا أو فعلا أو حالا. وكذلك يستهين الكثيرون من الجالسين بأمر السلام، فربما ألقي عليهم السلام فلم يردوا، ويرى البعض منكرات وأوامر من الواجبات تترك فلا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، فحذر النبي صلى الله عليه وسلم من التفريط في هذه الواجبات الشرعية وسمى ذلك كله حق الطريق، غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا خير في جلوس في الطرقات إلا لمن هدى السبيل ورد التحية وغض البصر وأعان على الحمولة. إسناد ضعيف فيه متروك. في بعض الروايات إياكم والقعود بالصعودات، بالصعودات إلا من أدى حقها. أخرج أبو داود بإسناد وابن حبان بسند قوي عن أبي هريرة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن يجلسوا بأفنية الصعدات، الصعيد هو الأرض المستوية. قالوا رسول الله إنا لا نستطيع ذلك ولا نطيقه. قال إما لا فأدوا حقها. قال وما حقها يا رسول الله؟ قال رد التحية وتشميت العاطس إذا حمد الله وغض البصر وإرشاد السبيل. الحديث الذي فيه ضعف ثبت بمعناه من رواية أخرى. هذا في زيادة في الحق على ما مضى، وهو هداية السبيل أو هداية الطريق. إنسان لا يدري العنوان فيرشده إلى ذلك. وأمر آخر هو تشميت العطس. والمراد بالصعدات الطرق مأخوذة من الصعيد وهو التراب، وجمع الصعيد صعد صعد. وهذا التفسير أنها التراب الصعيد ما صعد على وجه الأرض، ما ظهر على وجه الأرض أصح. وجمع الصعيد صعد ثم صعودات،
وقال أبو الدرداء: نعم صومعة المرء المسلم بيته. سماها صومعة تشبيها باعتزال الرهبان في الصوامع، فنحن لنا نوع من العزلة عن الشر دون ترك للخير. قال أبو الدرداء: نعم صومعة المرء المسلم بيته، يحفظ عليه سمعه وبصره، وإياكم ومجالس السوق فإنها تلغي وتلهي، توقع في اللغو واللهو. باب تشميت العاطس وكيفيته. العاطس وكيفيته، لا أدوا غير إما لا، إما لا فاجلسوا وأدوا حقه. لا مباح، وأداية الحق بين واجب ومستحب، تأدية الحق بين واجب ومستحب، فاجلسوا المتضمنة في وسط الكلام هي التي للإباحة. فمجرد الجلوس مباح بشرط أداء الحقوق الواجبة والمستحب. الجلوس في البلكونات قريبة من هذا، لأنه يرى الذاهب والعائد ونحو ذلك، فيه نفس المعنى، كأنه جلس في الطريق على مكان مرتفع، ربما كان أشد، لأنه يطلع على ما لا يطلع عليه غيره. إذا رأى ما يصل إليه صوته أمر بالمعروف ونهى عن المنكر. إذا رأى أمرا فيه منكر يصل إليه صوته فليفعل ذلك. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فمن قدر على تغيير منكر فلم يفعل بوجه من الوجوه الثلاثة أثم. باب تشميت العطس وكيفيته. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس أحدكم وحمد الله كان حقا على كل مسلم سمعه أن يشمته، وأما التثاؤب فهو من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليردده ما استطاع، فإن أحدكم إذا قال ها ضحك الشيطان منه. أخرجه محمد، يعني البخاري. أمسكوا عن الأسئلة، لأن هناك من لا يسمع السؤال فيحصل له ارتباك ولا يدري، ثم إن هذا لا يحصل في التسجيل، بخلاف ما إذا كتبتم فأنا أقرأ السؤال وأجيب، لكن الذين يسمعون بعد شهور وسنوات يسمعون كلاما غير متسق، يجدون صعوبة في الفهم. وليس هذا الأمر للجالسين فقط، فهناك من ينتفع بهذا الدرس بعد حين، ومن ليس من أهل هذا المكان. فترتب على ذلك، على المقاطعات الكثيرة، أن السامع بعد ذلك لا يسمع إلا كلاما غير متناسق ولا يدري ما وجهه، وربما حصل خلل كبير جدا. ومن يعني الأشياء التي تقع في تسجيلات بعض المشايخ الأفاضل أمور لا يدرى ما وجهها بسبب مثل هذه الأمور، ربما قال كلاما لسائل وظن الذي يفرغ الشرائط أنه مستطرد مع الذي قبله، فيحصل من ذلك خلل كبير. فاللي عنده سؤال يكتبه، خصوصا أنه قد يكون حالا موجبا عليه. الحديث أخرجه البخاري، وفي لفظ قال: كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله. يقول فيه دليل على أنه ينبغي أن يرفع صوته بالتحميد حتى يسمع من عنده، حتى يستحق التشميد، أو حتى يسمع من عنده حتى يستحق التشميد. وقوله حق على كل مسلم يريد أنه من فروض الكفاية. هذا الكلام فيه نظر، فإن الحديث ظاهره صريح في أنه من فروض الأعيان، مشروط بسماعه، فحق
على كل مسلم أو كان حقا على كل مسلم سمع، أي لفظ يفيد أنه فروض الكفاية حتى يقال يريد أنه فروض الكفاية؟ الصحيح أنه من فروض الأعيان، والله أعلم. ذكر ذلك ابن حجر مستدلا بهذا، وليس هناك إجماع. لو صح إجماع لقلنا به أنه مصروف عن ظاهره إلى الاستحباب. قال أبو سليمان الخطبي: معناه حب العطاس وحمده وكراهية التثاؤب وذنبه. معنى حب العطاس وحمده وكراهية التثاؤب وذنبه أن العطاس إنما يكون مع انفتاح المسام وخفة البدن وتيسر الحركات، وسبب هذه الأمور تخفيف الغذاء والإقلال من المطعم، والتثاؤب إنما يكون مع ثقل البدن وامتلائه وعند استرخائه للنوم وميله إلى الكسل، فصار العطاس محمودا لأنه يعين على الطاعات، والتثاؤب مذموما لأنه يثنيه عن الخيرات. فالمحبة والكراهية تنصرف إلى الأسباب الجانبة لهما. ثم أو الأولى أن يقال إن العطاس قد جعل الله عز وجل فيه من الخيرات أمرا كثيرا، فهو نعمة من الله عز وجل لخروج شيء فاسد في البدن، ويترتب عليه دعاء وذكر وتواد بين المسلمين. وربما وقع من واحد مستجاب الدعوة هذه الدعوة فاستجيب له وللجالسين ورحم المجموع بسبب هذه الأذكار، فلا شك أن هذا ترتب عليه أنواع الخير. وما ذكر في التثاؤب من أنه مدعاة إلى الكسل وثقل البدن والنوم في مجالس العلم ومجالس الخير يكون ذلك مانعا من حصول الخير. قال تكملة كلام الخطابي: وإنما أضيف إلى الشيطان يعني التثاؤب لأنه هو الذي يزين للنفس شهوتها، فإذا قالها يعني إذا بالغ في التثاؤب ضحك الشيطان فرحا بذلك. وقيل: ما تثاؤب نبي قط. هذا يحتاج إلى نقل صحيح، وذلك أن عصمة الأنبياء من ذلك ليس من الأمور المتفق عليها، بل ولا حتى المنصوص عليها، وإنما المنصوص على أنه لا يعصون الله عز وجل، وهذا ليس بمعصية. وقد يتثاءب ويكظم فيفعل ما أمر به. قال: والتشميت هو الدعاء للعاطس بالخير، يقال شمت العاطس وأسمته على اللغتين، بالشين أعلى اللغتين، والسين سمته من السمت وهو القصد والهدي. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله. فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. حديث صحيح أخرجه البخاري. وعن أبي أيوب الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عطس الرجل فليقل الحمد لله على كل حال، وليقل الذي يشمته يرحمك الله، وليرد عليه يهديك الله ويصلح بالك. أخرجه أحمد والترمذي. محمد بن عبد الرحمن سيء الحفظ. في هذه الزيادة التي فيها على كل حال، لكن له شاهد يتقوى به عند أبي داود من حديث أبي هريرة. كان ابن أبي ليلى يضطرب في هذا الحديث، يقول أحيانا عن أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ليس في كل المرات يرفعه. قال نافع عن ابن عمر: إنه كان إذا عطس فقيل له يرحمك الله يقول: يرحمنا الله، يرحمنا الله وإياكم ويغفر لنا ولكم. أخرجه مالك وإسناده صحيح. الأفضل ما ثبت مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام، وما قاله ابن عمر يجزئ كذلك.
وعن عبد الله بن مسعود قال: إذا عطس الرجل فليقل الحمد لله رب العالمين، وليقل من يرد عليه يرحمك الله، وليقل هو يغفر الله لي ولك. أخرجه البخاري في الأدب المفرد، وقال هذا إسناده صحيح. لا، أخرجه البخاري في الأدب المفرد وقال المعلق هذا إسناده صحيح، مش البخاري، استغفر الله. قال: وعطس الحسن فقال الحمد لله على كل حال، فرد القوم عليه يرحمكم الله، فقال الحسن: يهديكم الله ويصلح بالكم ويدخلكم الجنة عرفها لكم. إن ثبت هذا فهو قاله دعاء لهم على سبيل الندرة لا على سبيل المعاظمة والسنية. وروي أن رجلا عطس عند عبد الله بن عمر فقال الحمد لله رب العالمين، فقال ابن عمر: لولا أتمها والسلام على رسول الله. قلت: لعله استحب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مع الحمد. قال الله سبحانه وتعالى: ورفعنا لك ذكرك. قال مجاهد: لا أذكر إلا وتذكر معي. هذا إسناد ليس بصحيح. فيه الضحاك بن قيس الأشكري في ضعف. قلت: وفي تشميت العاطس لا يبدأ بنفسه بل يخص العاطس، يرحمك الله، ما يقولش يرحمني الله ويرحمك، بل يبدأ يخص العاطس لأنه من حق المسلم على المسلم، كما يخصه بالسلام إذا لقيه. فإن دعا لأخيه بدعوة مواجهة أو في كتاب كتب إليه أو في غيبته، فيستحب أن يبدأ بنفسه. روي عن أبي بن كعب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا لأحد بدأ بنفسه، فقال ذات يوم: يرحمنا الله وأخانا موسى. ولا بأس أن يقول في رد جواب من شمته: يغفر الله لنا ولكم. الحديث يرحمنا الله وأخانا موسى رواه أحمد بإسناد الحسن. وقال حميد بن زنجويه: إذا عطس الرجل في مجلس كبير أو سلم على جماعة فشمته بعضهم أو رد عليهم بعضهم أجزأ عن كلهم، وكان الفضل للذين شمتوا وردوا. هو الظاهر أو سلم على جماعة فشمته بعضهم أو رد عليه بعضهم أجزأ عن كلهم، وكان الفضل الذين شمتوا وردوا. فإن تركوا تشميته أو الرد عليهم كلهم أو الرد عليه كلهم أثموا كالصلاة على الجنازة. وروي عن أبي موسى قال: كان اليهود يتعاطسون عند النبي صلى الله عليه وسلم يرجون أن يقول لهم يرحمكم الله، فيقول: يهديكم الله ويصلح بالكم. فهذا في كيفية تشميت الكافر. بوب عليه البخاري في الأدب المفرد باب كيف يشمت الذمي، أقصد بوب عليه أبو داود في الأدب، وأخرجه البخاري في الأدب المفرد، إسناده صحيح. قال الشعبي: إذا عطس اليهودي فحمد الله فقل يهديك الله، وقال: إذا شمتك المشرك فقل هداك الله. سئل معمر: هل يشمت المرأة الرجل إذا عطست؟ قال: نعم لا بأس بذلك. قلت: وكذلك تشميت المرأة المرأة والمرأة الرجل، وهذا إذا لم تخش فتنة كرد السلف. باب ترك تشميت من لم يحمد الله. عن أنس بن مالك قال: عطس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقال الرجل: يا رسول الله شمت فلانا ولم تشمتني، فقال: إن هذا حمد الله وإنك لم تحمد. إسناده صحيح، أخرجه عبد الرزاق في المصنف. عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عطس عنده رجلان فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقال: إن هذا حمد الله وإن هذا لم يحمد الله. متفق على صحته. وروي عن أبي موسى قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه،
فإن لم يحمد الله فلا تشمته. قلت في الحديث بيان أن العاطس إذا لم يحمد الله لا يستحق التشميت. حكي أن رجلا عطس عند الأوزاعي فلم يحمد الله، فقال الأوزاعي: كيف تقول إذا عطست؟ فقال: أقول الحمد لله. فقال: يرحمك الله. فأراد الأوزاعي أن يستخرج منه الحمد ليستحق التشميت. قال يحيى بن أبي كثير عن بعضهم: حق على الرجل إذا عطس أن يحمد الله وأن يرفع بذلك صوته وأن يسمع من عنده، وحق عليهم أن يشمته. قال مكحول: كنت إلى جنب ابن عمر فعطس رجل من ناحية المسجد فقال: أرحمك الله إن كنت حمدت الله. في سنده عبارة ابن زيدان سيء الحفظ. قال الشعبي: إذا سمعت الرجل يعطس من وراء جدار فحمد الله فشمته. وقال إبراهيم: إذا عطست وليس عندك أحد فاحمد الله ثم قل: يغفر الله لي ولكم، فإنه يشمتك من سمعك من المسلمين. عن سلمة بن الأكوع أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم عطس رجل عنده فقال له: يرحمك الله، ثم عطس أخرى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرجل مزكوم. ويروى أنه قال في الثالثة: أنت مزكوم. هذا الصحيح أنه في الثالثة، أخرجه الترمذي وسنده حسن، أخرجه مسلم أيضا. عن أبي هريرة موقوفا ومرفوعا: شمت العاطس ثلاثا فما زال فهو زكام. استدوا حسن يحمد ولا يشمت. يروى: فإن شئت فشمته وإن شئت فلا. استدوا ضعيف. صحيح أنه لا يستحق تشميتا، بل يحمد الله سبحانه وتعالى ويترك التشميت. سئل إبراهيم عن الرجل به زكام فعطس مرارا قال: أنا أشمته ثلاثا ثم أتركه. وعن الحسن: مثله. وقال مجاهد: نشمته مرة إذا عطس مرارا، كما إذا قرأ سجدة ثم قرأها الثانية لم يسجد. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عطس غطى وجهه بثوبه أو بيده ثم غض بها صوته. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وصححه الحافظ في الفتح، أخرجه الترمذي، سنده حسن. عشان بعض الناس تتعمد رفع الصوت هاتشي، يسميها هاتشي كده كأنه يتكلم. هذا السنة أن يضع ثوبه ممكن المنديل يقوم مقام الثوب، وهذا طبيا سنة طبية، يعني يمنع من انتشار الأمراض. وقال مجاهد: عطس ابن لعبد الله بن عمر فقال: أب أو أشهب. فقال ابن عمر: لا تقل أب أو أشهب، فإنه اسم شيطان. قال إبراهيم: إن الشيطان يسمى أهاب، فمن عطس فليخفض من صوته ولا يقل أهاب. والناس زمان كانوا يقولوا حاجة كده قبل ما يتعلموا السنة، يقولوا امشي، مش كده؟ الحمد لله اتنست خلاص. لكن احنا صغيرين كانش حد يعرف يرحمكم الله ولا الحمد لله، فكان اللي يعطس يقولوا ايه امشي. فكان ايام ابن عمر بقى رضي الله عنه كان يقولوا ايه اب او اشهب، فنهاه عن ذلك. قولوا قولي هذا واستغفر الله. الظاهر كده ادعي له بالعافية، ادعي له بالعافية. لا، السعال لم يرد فيه.
يقول هل إذا وضعت وسادة للشيخ في مجلس قرآن أو علم يجلس عليها الأولى له أن لا يجلس عليها تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ قد جلس النبي صلى الله عليه وسلم على وسادة وترك ذلك، فهذا لبيان الجواز. سيأتي باب التساؤل إن شاء الله. هل أول الإمام البغوي صفة الحياء؟ هذا ليس كذلك، بل يذكر لوازم المعنى ويفسرها وليس يؤولها. إذا قال إنسان لا يجوز أن يوصف الرب بصفة الحياء كان ذلك هو المؤول. رجل اشترى بيتا لكي يسكن فيه ابنه ثم بذله حتى يكبر ابنه أن يستغله للإيجار مدة، هل عليه زكاة في هذه الفترة؟ عليه في أجرة هذا المسكن أن تدخل مع ماله فيزكيه مع ماله الذي يزكيه إذا بلغ نصابا في الحول الذي يجب عليه فيه الزكاة، في حول الأصل، فهذا من المال المستفاد. إن لم يكن عنده مال سوى مال الإجارة فإذا اجتمع في منه نصاب ومر عليه حول زكاة. هل إذا عطس الطفل الصغير يقال له أيضا يرحمك الله، أم هناك دعاء آخر يقال له يرحمك الله؟ ورد الجواب عن ماذا يقال للكافر وإذا زاد عن ثلاث. لا، إنما يشمت الطفل إذا حمد الله. صحة حديث غزلان الشيوخ ونصران الشباب لا أعرفه، كما ذكرنا لم يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتثاءب قط. ورد في الأحاديث أن يقول يرحمك الله فما الناس يقول يرحمكم، هذا ليس بممنوع، هذا نوع خطاب يقال للمفرد بصيغة الجمع تكريما له. بخصوص شراء الأضحية، التاجر يرفض الوزن الآن إلا في قرب العيد أو عند استلام الأضحية، ويكتفي فقط بالاتفاق على السعر، إذا دفع له ثمنا كان محرما لأن هذا يكون بيعا مع الجهالة، لكن يتفق معه ولا يدفع له شيئا، يحجز فقط، وأظنه لا يرضى. لا، من غير ما يدفع، ده الحجز وعد بالشراء يجب الوفاء به ديانة، ولم يتم العقد إلا إذا وزن وأنقذ الثمن. خلاص خلاص ماشي. إذا أجل الوزن ودفع الثمن كاملا إلى أن يشتري ويزن، يزن ويشتري، فنعم. إذا دفع شيئا يسمى بعربون فهذا لا يجوز لأنه بيع، هذا جزء من الثمن المجهول، قبضه وصار في ملكه وأخذه وتصرف فيه، هذا لا يجوز، هذا بيع غرر، ونهى رسول الله عن بيع الغرر. يدفع عند الاستلام المبلغ كله، يعني يشتري كله ويديله أجرة الأكل. خلاص، إذا ماتت هذه الشاة، إذا كان قد دفع الثمن كاملا وأعطاه أجرة إطعامها ثمن العلف ونحو ذلك، فهي على ضمانه، ماتت على ملك صاحبها. وأما إذا اتفق فقط ولم يدفع شيئا فماتت، ماتت على ملك الجزار. وأما إذا دفع شيئا من الثمن ولم يتفق على الوزن وإنما أجل الوزن وباقي الثمن إلى يوم الوقفة أو العيد، فالبيع باطل لأنه بيع غرر مع الإثم، وماتت على ملك الجزار. كل ما فيه غرر لا يجوز، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. غرر يعني جهالة، شيء مجهول. الخروف ده هيقف بكام؟ يقول لك ما نعرفش.
يقعد يألفه يديله يوم الوزن ملح ومية علشان ايه يتقل في الوزن ده نتيجة الغرر. لكن لو هو اتفق معاه هياخد اكل بقد ايه في العشر ايام في العشرين يوم معروف اليس كذلك؟ فليفعل هذا الامر، يقول له هديك مثلا نوزنه دلوقتي ونبيع دلوقتي وندي جزء من الثمن او الثمن كله بس بقى بتاعه وياخذ اجرة 20 30 40 50 جنيه. انا بقول لك ما ينفع اقول له مش شاري. ماشي، اذا رضى انه ما ياخدش شيء من التمر خلاص. بيع العربون ده في حاجه يقول دارا بمكه مش كده؟ طب ده دار دي محدده بتزيد وتنقص، وفين الغرر فيها؟ اتكلمش عن العربون، انا مش كلم على ان ده بيع غرر، انا بقولت ليه ان مش عشان بيع العربون هو اللي حرام. ما هو انا قلت لك اذا اتفق معه على وزنها دلوقتي ووزنوها طلعت 50 كيلو، اشترى الخروف دلوقتي واتفق على قاله وقال له خد ده جزء مقدم الثمن، هو طلع 50 والكيلو ب 50 يبقى ب 2500، اتفقوا كده وقالوا ادي 500 دلوقتي والاجره هتبقى كذا للاطعام، او هيتولى هو اطعامه جزء من عنده، يبقى خلاص صح ذلك. المشكله ان هو يقول له الكيلو 50 ومش عارفين الخروف ده هيطلع بكام، يطلع كام كيلو، يترتب على ذلك خلل كبير وغرر. وربما هو اعد للاضحيه مبلغا، يجي يوم العيد يوزنه يطلع مبلغ كبير خلاف الذي اتفق عليه، يطلع 300 400 جنيه زياده، فيكون غررا فعلا، يحرج فيضطر ان يقبل وهو لم يتفق على ذلك. ففي فرق بين بيع العربون انه بيديله جزء من الثمن في عين قائمه او على خيار الشرط او على خيار الوصف، لان هو قال له ان رضي بها عمر فهي ايه انقذته كباقي الثمن. فهمنا؟ ده امر مش غرر، لان هو الدار معروفه. بس ممكن ناجل الوزن والثمن للعيد بس نعرف سعر الكيلو دلوقتي. وعد. لا نعرف سعر الكيلو. بقول لك وعد بالشراء على هذا الثمن. قل هذا واستغفر الله.